في عناوين النشرة: الدولة الإسلامية قاطع القلمون تعلن ذبح الجندي اللبناني عباس مدلج. في الخاص: خاطف الجنود اللبنانيين أبو مالك التلي شبح النصرة بات بالصوت والصورة. وزارة الصحة تدهم بردات تي أس سي لجناح. وزارة الصحة والجديد تواصل بحثها. إليكم بردات تي أس سي الزوء. هيدا منه، هيدا منه هايجين، هيدا السطر لافت عليه وسخ يا زلمة. في بلاد العم سام حريق وغريق. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.